انا عندي الموضوع الثالث في النيوتريشن. الموضوع الثاني موضوع اسمه البروتين انرجي مالنيوتريشن. دي مجموعه امراض سببها يا اما نقص البروتين انتيك يا اما نقص الكالوريز او الكربوهيدرات انتيك. حلو الكلام. يبقى بروتين انرجي مالنيوتريشن دي امراض سببها يا اما نقص البروتين انتيك يا اما نقص الكالوريز او الكربوهيدرات انتيك. حلو الكلام. طيب كنا كذا مرض يا مجموعه امراض عندنا ليهم كذا تقسيم. اول تقسيمه ودي اللي هنمشي عليها وهتشتغل معانا في الشرح تقسيمه اسمها ويلكم كلاسيفيكيشن. تقسيمه اسمها ايه؟ ويلكم كلاسيفيكيشن. طبعا مش محتاج اقول لك ان الكلام ده اساسي نظري وام سي كيو غباء يعني. التقسيمات دي ويلكم قال لك ايه؟ خد بالك معايا. ويلكم قسم الامراض دي. ويلكم قسم الامراض دي حسب وزن الجسم وحسب الايديه. يعني ايه؟ ركز معايا السبوره بالذات لو مرات مع الكلام ركز معايا. بص يا جدع احنا قلنا قبل كده في النيترو انت اي رقم في الاطفال بيبقى ليه رينج. ده رينج وليه جدول برسنتايل الكلام ده. طيب دلوقتي لو احنا قلنا مثلا ان العيل اللي سنه سنه المفروض العيل اللي سنه سنه يبقى وزنه 9.5 كيلو. ده النورمال. المفروض العيل سنه سنه بيتربن كويس يبقى سنه كام؟ 9.5 وزنه 9.5. قول مثلا المفروض الطبيعي يكون وزنه 10 كيلو. ده الطبيعي ده زي ما الكتاب بيقول. حلو الكلام. لو افترضنا ان عيل وزنه الطبيعي يبقى 10 كيلو حسب سنه. قالوا الكلام. طب جبت وزنه لقيت وزنه 9 كيلو. طب بلاش 9.5 اعدمه اقول الواد ده بيموت؟ لا. نورمال برضه لقيته 8 كيلو ونص. ما عندوش ماليش دعوه مش وزنه لا لا طبعا. يبقى خد بالك معايا لو افترضنا ان اي واحد فينا وزنه المتوقع 100% لو افترضنا ان اي واحد فينا وزنه النورمال المتوقع لسنه 100% لو جبت وزنه لقيت وزنه اكتر من 80% من المتوقع يبقى نورمال. اي واحد وزنه اكتر من 80% من المتوقع يبقى نورمال. كده ناقص قد ايه؟ على المتوقع 10% 15. ده بنسميه اكسبتد فلكتويشن. بنسميه ايه؟ اكسبتد فلكتويشن. تلاقي حد فينا يتضايق له اسبوع يخس له 5 كيلو ولا 6 كيلو. صح ولا غلط؟ فده بنسميه اكسبتد ايه؟ فلكتويشن. فعمك ويلكم قال لك ايه؟ ويلكم قال لك لو العيان كان وزنه اكتر منه 80% من النورمال يبقى ايه؟ يبقى نورمال. حلو الكلام؟ يبقى اي عيل وزنه اكتر من 80% من النورمال يبقى نورمال. يبقى انت تتوقع ان الباثولوجي هيبدا لما الوزن يقل عن 80%. اول احتمال ان يكون الوزن من 60 ل 80%. والاحتمال الثاني ان يكون ضايع اقل من كام؟ جميل قوي. طب لو كان من 60 ل 80% نسميه ايه؟ ويلكم قال لك استنى ما تسميهوش، امال اعمل ايه؟ بص على القديمة. هل هو عنده قديمة ولا ما عندوش؟ لو ما كانش عنده قديمة بنسميه سمبل اندروين. بنسميه ايه؟ سمبل اندروين. عنده فقدان وزن عادي، اي انفكشن، اي عدوى، اي حاجة، وهيتعالج. الموضوع بنايت مش خوف. بنسميها سمبل ايه؟ اندروين. امال لو وزنه كده وعنده جنرالايزد قديمة؟ لو عنده قديمة اسميه كواشيركو. يبقى أول مرض قلنا رفضه مرض اسمه الكواشيركو. يبقى أنت متوقع إن الكواشيركو ده مرض هيكون فيه الوزن من 60 ل 80% من الإكسبكتد والجنراليز. حلو الكلام؟ طب لو كان الواد ده وزنه أقل من 60% هنسميه إيه؟ قال لك برضه بص على القديمة. يعني لو ما كانش عنده قديمة نسميه مرازمر. نسميه إيه؟ يبقى تاني مرض عندي المرازمر. هيتشرح. إحنا عارفين المرازمر مرض هيبقى فيه الوزن اقل من وزن ولو زود قديم. حلو الكلام؟ طيب فلنفرض بقى الواد وزنه اقل من 60% ولقيت عنده قديمه. ركز معايا استنى كده ثانيه. وزنه اقل من 60% دي خاصيه مين؟ عنده قديمه دي خاصيه مين؟ اروح اسميها مرازمك زي ما خدنا في الايه؟ في النفرو نفرتك نفروتك سندروم. ده مرازمك كوشيركو. يبقى المرض متواشركم يعني عيل وزنه اقل من 60% ودي خاصيه اكسكلوزيف للمرض. حلو الكلام؟ بس عنده كمان جنرالايز قديمة ودي خاصيه مين؟ تواشركم. مع بعض يبقى اسمها مرض مش ايه؟ تواشركم. فهمت الكلمه دي؟ معايا دكاتره؟ اقول تاني؟ يلا اقول ولا ايه؟ اقول ايه؟ قلنا ايه؟ قلنا اكتر من 80 ولا 60 ولا اقل من 60. قالوا الكلام. طب ثاني تقسيمه عندنا خد بالك معايا. ثاني تقسيمه عندنا تقسيمه هبل قوي اسمها جينيتك كلاسيفيكيشن. ثاني تقسيمه اسمها جينيتك كلاسيفيكيشن.
تقسيمة فاشلة فاشلة فاشلة، لأنه عمل الكلام كده مين؟ عام. ما شوف ده، ده حكم موضوع بأرقام، ده حكم بأرقام، قال لك كذا كذا كذا، ده عمل الكلام كده بالهبل. فاهمين؟ ساب الكلام للكلينيكال ايفالويشن بتاعك. طبعا كان الكلام فيه فاريبيلتي، عايز تقول كلمة أي دكتور تاني أو كلمة تانية، الكلام مش هيكون بالظبط. هنشوف قال إيه؟ هو جيرتي أنا متفق معاك إن هي تقسيمة زبالة، بس الميزة اللي فيها إن هو لفت نظرنا حاجة مهمة أوي. لفت نظرنا حاجة مهمة جدا. إيه بقى لفت نظرنا إيه؟ هو لو واحد عنده سكر زين، لو واحد عنده مال نوتريشن، هل وزنه فقط اللي هيتأثر ولا وزنه طوله؟ وزنه طوله، هل ده كانت طوله؟ ما لفتش خالص. جيرتي لفت نظرنا لحكاية الطول. طب أنا هسألك سؤال برضه. دلوقتي لو أنت ما كتلكش أسبوع، إيه اللي هيتأثر وزنك ولا طولك؟ وزنك. يبقى الوزن بيتأثر في حالات الأكيوت مال نيوتريشن، إنما عشان الطول يتوقف ده أنت محتاج حاجة إيه؟ كرونيك. يبقى الطول مش هيتأثر إلا لو كان في كرونيك مال نيوتريشن. أوكي دماغك، حلو الكلام؟ طيب قال لك إيه بقى جيرفي؟ جيرفي قال لك إن أنا عندي أنواع البروتين إنرجي مال نيوتريشن كذا نوع. قال لك أولاً في حاجة اسمها مايلد أند مودريت أندر نيوتريشن. في حاجة اسمها مايلد أند مودريت أندر نيوتريشن، وما عملش بينهم أي ديفينيشن، ما عملش أي فرق بين ده وبين ده. قال لك اسمها مايلد اند مودريت، حلو الكلام؟ قال لك لو كانت سيفير يبقى اسمها نيوتريشنال دورفيزم. قال لك ايه؟ نيوتريشنال دورفيزم. قال لك الموضوع لو ضوئي وبقى كوليك هيعمل حاجه اسمها نيوتريشنال ايه؟ دورفيزم. يعني ايه دورفيزم؟ طول الوقت. يعني جت في الطول. قال لك خد بالك ده في طول في الموضوع، حلو الكلام؟ واخيرا الحاجات بقى عارفينها، المرازمات والكواشيركو والمرض لك ايه؟ سواشيركوف. وعلى فكره وعرفهم بنفس التعريفات دي. يلا ما نقصش حاجه. قال لك ان المرض مصدره كذا وما عندوش قديمه وهكذا. بس خد بالك ان الكلام مش محفوظ. هو الميزه بس انه جاب تلت بالطول. جاب تلت لايه؟ معايا يا كابتن؟ جميل قوي. عايز اكتب اخر حاجه عندنا بقى. طبعا خلاص احنا قلنا ايه؟ ويلكم اكل ميتو وشيل في اكل ميتو. ما عادش بقى كلمه فين؟ قبل الشو لازم في الاخر يفضل الشو يحط اللمسه بتاعتها ويخلي الكلام بقى نظيف. خلي الكلام يتمشى عليه. اسمها دبليو اتش او ريكومنديشن، او هتسمع نص ليها في بروجرام كده بنسميها ووتر يوكلاسيفيكيشن. بنسميها ووتر يوكلاسيفيكيشن. طبعا اللي عندك مش وطري، دي وطري مختصره ملخصه. وطري اكبر من كده على فكره. وطري اللي ماشي عليها كل الدنيا، وطري دي حتى في مصر هي ماشي ماشيين عليها، بس وطري بيتك على الثانيه على ويلكم دي. بس وطري اهم وانظف. مش موضوع خد بالك معايا. ال دبليو اتش او قالت ايه؟ دبليو اتش او قالت لك ان انت علشان خد بالك معايا، علشان توصف الحاله الغذائيه، علشان توصف الحاله الغذائيه لاي عيل انا لازم اعلق على حاجتين، اعلق على الوزن وعلق على الطول. يعني هل وزنه ملائم لسنه ولا لا؟ وهل طوله ملائم لسنه ولا لا؟ يعني مش بس على الوزن، على كمان على ايه؟ على الطول. يبقى الدبليو اتش او قالت لك انا هوصف ويت فور ايج وهايت فور ايج. طب اول حاجه عندنا ويت فور ايج. الوزن ده انت متوقع ان هو مقياس للاكيوت مالنيوتريشن. انما الهايت فور ايج انت متوقع ان هو ميجر فور كرونيك مالنيوتريشن. بنسميه ميجر فور ستانتنج. ما عادش بيطول يعني. حلو الكلام؟ معايا دكاتره؟ بس تمام. هناخد اول حاجه عندنا اللي هو مين؟ الكوشن. ثم لو اول حاجه عندنا الكوشن. بصوا يا جماعه الكوشن الكوشن ده اللي هو هيد بيبي. بيسموه هيد بيبي. خد بالك معايا الكوشن ده معنى اصلا ايه؟ معنى اللفظ ايه؟ الكلمه دي بلغه غنيه الغانا. طب معناها ايه في اللغه بتاعتهم؟ معناها مرض الاخ الكبير. كوشيركم اللغة الغنى دي معناها مرض الأخ الكبير. بنسميها أولدر براذر ديزيز. أولدر براذر ديزيز. يعني إيه الكلام ده؟ هو اللي بنعرف دلوقتي. أعرف بس إن معناها مرض الأخ الكبير. يتلخص مرض الأخ الكبير الصغير. هنعرف بقى الحكاية، خد بالك معايا. الكوشيركم ده إحنا عندنا اسم البرانش أو الشابتر بروتين إنرجي مانوتريشن. الكوشيركم بيمثل الوينج الأولاني اللي هو البروتين مانوتريشن. يبقى الكوشيركم ده مرض سببه نقص البروتين انتاج. يبقى ده مرض ايه؟ سببه نقص البروتين انتاج. وبالك معايا امسك
كيو مهم قوي وافتكرها الضم كوشيركم از اكيوت ديزيز ده والله كوشيركم از اكيوت مش كرونيك ده اكيوت حلو الكلام هل ما دام اكيوت انت متوقع الطول يبقى افكتد لا حلو الكلام طيب عاوزين نعرف ايه الاتيولوجي عاوزين نعرف ايه الاتيولوجي وبعد معاك اولا لازم تبقى عارف حاجه ان كوشيركم اولوز اولوز ما بنشوفوش الا بين 6 شهور وسنتين عامة احنا ما بنشوفه خالص كوشيركم اختفى بقى حوالي 30 من 15 سنه كوشيركم ده موجود نظريا ان هو حال في الامتحان ما عادش موجود ما عادش موجود اساسا حلو الكلام ما علينا يبقى الكوشيركم ده بيحصل ما بين 6 شهور وايه؟ وسنتين طب السؤال بقى ليه؟ ليه؟ ما بيحصلش قبل 6 شهور وليه؟ ما بيحصلش بعد سنتين هقول لك لان قبل 6 شهور الواد ده بيفضل كل اكل عباره عن لبن واللبن فيه كميه بروتين كفايه اللبن فيه كميه بروتين كفايه فلو هو بيرضع كفايه يبقى انت متوقع ان الاستحاله يحصل له كوشك طب ليه مش بعد سنتين؟ اصل بعد سنتين ما بيعرف يمشي وبيروح وبيجي وبيشتري اكل من هنا وبيجيب حاجه حلوه من هنا ياخد ميكس فود واكيد بيتاكل بروتين حلو الكلام يبقى اذا دايما نشوفه ما بين 6 شهور وسنتين اللي هو سن الفطام يعني سن الفطام ما احنا عند 6 شهور بنفطم عند 6 شهور ايه؟ بنفطم ونعرف في الفيدنج ان نفطم مش معناه انك توقف الرضاعه تدخل اي اكل جنب الرضاعه لو دخلت اي اكل جنب الرضاعه اسميها ويني فطار حلو الكلام جميل قوي عشان كده بقول لك اسمها مر الاخ الكبير لان الحكايه في افريقيا وانا في مصر في الاجانب كده بتلاقي في بعض الناس مظبطه نفسها على كل تعيين كل 7 شهور عيل كل 7 شهور بالظبط بلبس ظبط الشهور عليها 7 شهور عيل هكذا طيب هي كانت مخليته عيل حلو الكلام الواد ده كان بيرضع في افريقيا بقى كان بيرضع وكان مصدره الاساسي في اللبن الرضاعه حلو الكلام الواد ده يا دوبك وصل 6 شهور 7 شهور راح ضمه 9 شهور راح ضمه ايه؟ مخليته عيل تاني والناس ده في افريقيا كان اللي هيمشي بقى يروح حاجه حلوه ولا مش عارف ايه هو ما عندوش اي مصدر للبروتين غير اللبن حتى لو عنده سنتين هو اللبن حلو الكلام اه فالواد ده يا دوبك اول ما بقى 9 شهور اخوه الصغير اتولد هتروح امه ورفضها الاولاني ايه بتكلم عن الصغار الواد الكبير ما عادش بياكل يحصل له ايه؟ كوشيركم يبقى كوشيركم دايما كنا نشوف رقم لمين؟ في الاخ الكبير علشان الام كانت بتهمله وبترضع الصغار بس حلو الكلام؟ طيب يبقى انت متوقع ان دايما يلا انا جاي انت متوقع ان دايما الكوشيركم هيحصل في سن ايه؟ سن الفطام حلو الكلام؟ انا بقول لك ان هو صعب قوي يحصل قبل 6 شهور بس ده ممكن يحصل اه ممكن لو عايز بيرضع بس الرضاعة مش كفايه لو واحد بياخد هنا الليكويد بريست فيدنج ده لو كان بيرضع طبيعي يبقى لو عايز بيرضع طبيعي بس بياخد هنا الليكويد بريست فيدنج طب لو كان بيرضع صناعي ام جنده مثلا ما احنا هنعرف في الفيدنج اه هنعرف في الفيدنج ان اي لبن بضرب بيبقى جواه مكياج معيار معلقه المعلقه دي متعايره 4 جرام جوه العلبه بيبقى شويه العلبه المعلقه ده 4 جرام ملوان 4 جرام بنزع امي يا حاجه تحط معلقه بودره على 30 سم ميه معلقه بودره على 30 سم ميه صحيح معلقه بودره لتر ميه فطار بقى وغدا وعشاء يبقى حلو يعني في بيت الشارع ناكله ولا قاعد في الشارع ترى موضوع طبعا لما تجيب 4 جرام بودره تحطهم على لتر ميه ولا 15 سم ميه مع ميه ما عادش بودره يسميها دايلوتد فورمولا ولا كانك حاجه يبقى اذا ايه تاني حاجه لو الام عملت دايلوتد فورمولا برضه مش هتسيب منها حلو الكلام طبعا انت متوقع ان لو الواد عنده انفكشن هيبقى الموضوع اسهل يعني ايه لو الواد عنده جاستروانترايت ياكل اي لبن اي بروتين تلاقي ايه ما يتمصش وين يبقى اكيد الجاستروانترايت دي هتسرع مش هتدوس الكوشيركو هتسهل الموضوع حلو الكلام ده الاستيروس طبعا في عندك باثولوجي لازم نعرف ايه بقى الباثولوجي في الكوشيركو خد بالك معايا ايه الباثولوجي اللي بيحصل في حياه الكوشيركو احنا متفقين ان الاخ ده ما عندوش بروتين عنده هاي بروتينيميا ما بياكلش خالص بروتين طب هنعرف في الفيدنج مش خلينا نعرف انتوا عارفين البروتين وظيفته ايه؟ بيبني التشو اللي عندك طول النهار في حاله تيرن اوفر بتموت خليه تطلع خليه وهكذا حلو الكلام؟ لما العيان ده يبقى عنده نقص في البروتين والنقص ده يكون سفير هيبدا يحصل اتروفي في التشو يحصل ايه؟ اتروفي في التشو حلو الكلام؟ ركز معايا بس الكواشيركو ليه خاصيه انكسبلين دي خاصيه لحد دلوقتي ايه انكسبلين ان هو اجلي بيعمل حاجه اسمها سيلكت باترون يعني الكواشيركو بيحب اماكن عن اماكن تلاقي اول ما ياثر على بعض الاورجن ياثر على بعض الايه الاورجن بس لو سبته وما عالجتوش
يبدأ يطحس الأورجنز كلها، ما يفاجئش بقى. حلو الكلام؟ بس ايه مش انتليكتيف، بتلاقي هادي. حلو الكلام؟ طيب ايه بقى اللي بيحصل؟ بنلاقي عندنا في بعض الديشنز بتحصل فيها اطرس. زي ايه؟ اول حاجه زي الانتستين الفيلاي. ده الانتستين ايه؟ فيلاي اللي بتعمل ابزوربشن. لما الفيلاي تبوظ هيحصل مال؟ ادي اول حاجه. ثانيا بيحصل اطرس في البنكرياتيك اسيناي. اطرس فين؟ البنكرياتيك اسيناي اسمه عادي. طب ما هي البنكرياتيك اسيناي كانت بتطب شويه انزيمات في الانتستين علشان تعمل هضم وامتصاص للنيوتريانت بالذات الدهون لبس. حلو الكلام؟ يبقى البنكرياتيك اسيناي لما تضرب ما عادش فيه بنكرياتيك جوز، ما عادش فيه ابزوربشن، يعني برضه مال. حلو الكلام؟ ثالثا جوه الشرح هنعرف دلوقتي ان الليفر هيحصل فيه فات ليفر. يحصل فيه ايه؟ فات ليفر. طب ما هو الفات ليفر ده بيأثر على البايل فورميشن. الليفر ما عادش يعرف يصنع بايل. طب ما هو البايل ده كان بيتطب في الاخر في الانتستين علشان يدايجست ويأزورب الفات. يبقى لما يحصل فات ليفر برضه هيحصل مالابزوربشن. انت واخد بالك ان كل حاجه عماله تطب في سكتك مالابزوربشن؟ انتستين باظ، بنكرياس باظ، ليفر باظ، فده اجري. طب سيبه بقى بقليت. بقليت يطيح قطر في الهارت وفي الكدني وفي الليفر وفي البلاد فيسل، بيضرب في الجسم كله. حلو الكلام؟ ده الباثولوجي اوف ايه؟ اوف كوشن. طب عاوزين ناخد بقى كلينيكال فيجيتال او دايجنوزيس اوف كوشن. خد بالك معايا. بصوا يا كابتن. الكلينيكال فيجيتال يعني تعالى ام سي كيو. هتلاقي مجموعتين. انا عندي مانيفستيشن اوف كوشن مجموعتين. في عندي مجموعة اسمها كونستانت مانيفستيشن. كونستانت مانيفستيشن. وفي مجموعة اسمها فاريبل مانيفستيشن. يعني ايه كونستانت؟ يعني مجموعة مانيفستيشن لابد من وجودها. ولو فيهم واحدة مش موجودة اوعى تبقى شكل. انا عندي فيها اعراض كونستانت. بنسميها اسينشالز فور دايجنوز. بنسميها اسينشالز او كاردينال فور دايجنوز. في حاجات لازم تكون موجودة عشان اقول ايه؟ هو شكل. هم اربع حاجات. الاربع حاجات دول. اولا جروث ريتارديشن، نمره اثنين ماسل ووستنج، نمره ثلاثه اديما، نمره اربعه منتال تشينج او بنسميها سايكوموتور تشينج. يبقى منتال او سايكوموتور تشينج. ناخدهم حاجه حاجه. اول حاجه جروث ريتارديشن. جروث ريتارديشن الشكوى في اي موضوع مال نوتريشن الام هتيجي تشتكي لك الشكوى بالمنظر ده. اسمع كده، هدي لك الاول تقول لك الواد ده كان وزنه بيزيد باستمرار، كان بيزيد وكان بيتخن وحلو ده بيزيد يعني. دلوقتي بقى له اسبوعين ثلاثه ولا شهر ولا شهرين ما زادش ولا جرام. وفي امهات عندهم مانيا ان هم يوزنوا العيل. والله توزنوا كل الدكتور بعد كده اكل وزنه. والله العظيم كده. يوميا توزنه متوقع ان هو يبقى عنده ستيدي انكريس في الويت يوميا. وفي وشك بقى الناس التوتر دول وقالوا وما زادش وشكله سخن، شكله كده سخن. تخنة مش شكله تخنة فما زادش. جميل؟ المهم يعني هتيجي تشتكي لك تقول لك ايه؟ تقول لك الواد ده ما عادش وزنه بيزيد، وزنه ايه ما عادش بيزيد. يعني كان مضايقها، شوف بقى لما هتسيبه كمان اسبوعين ثلاثه هو كان ايه اللي مضايقها؟ وزنه ما بيزيدش. هتيجي تقول لك دلوقتي وزنه بيقل. وزنه ايه؟ بيقل. انت متوقع لما وزنه يقل ويجيب اخره هيبقى كام في المية؟ 60 80 60 80%. قال لا. طب لو لقيت العيل ده اللي عنده قديمه ده بقى وزنه اقل من 60%. طبقت الراجل كوشكو. مش هقول لك كوشكو 60 80% ومعايا قديمه. طب لو وزنه قعد يكمل وبقى اقل من 60% بقى مراته كوشكو. بقى مراته ايه؟ كوشكو. حلو الكلام؟ طب انا هعملها كده ان دي ظريفه كده. انت متوقع الطبقه اللي هي فات من العيان ده تبقى عامله ازاي؟ خدوا بالك على الجدول. ركز معايا كده. بص يا جدع، ازاي تحكم على اي واحد، اي حد فينا، ازاي تحكم عليه هو بياخد سكريات كتير ولا لا؟ بص على الفات. صح، بص على الفات. ليه؟ ما هو اصلك لما بتكون بتاخد ادكوت كالوريز، الكالوريز زياده بيتحول للفات والاسطور. والله كل ما تلاقي واحد اوبيز اكتر كل ما انه بياخد سكريات اكتر، دهون اكتر. حلو الكلام؟ انا قصدي ان الطبقه الثانيه الفات ده اندكس للكالوريك ستيت. اندكس الايه؟ للكالوريك ستيت، السكريات. حلو الكلام؟ طب ازاي احكم على الجنفين؟ بص على المصل. بص على المصل. والله لو كانت المصل نورمال يبقى عنده نورمال بروتين انتاج. لو المصل مفسد يبقى هو بياخد ايه؟ بروتين قليل. طب الاخ بتاع الكواشر مشكلته ايه؟
ده هو كل مشكلة أهله إنه ما بياخدش السكريات، أمه عماله تطلبه على سكريات سكريات سكريات، ما بياخدش أي حاجة فيها بروتين، وبالتالي أنت متوقع إن المخرج عنده يبقى ضايع، بس الفات نورمال ريزيرف. معايا دكاترة؟ طب هو أنا ليه بقول لك الكلمة دي؟ عشان تفاجئه بتاع الحتة الجاية المرضمة. المرضمة ما بياخدش كالوري، عشان كده عنده وصفنج من إيه؟ الصفقة الثانية فات. معايا دكاترة؟ جميل قوي. طب تاني حاجة، الواد ده هتلاقي عنده مصل ووستنج، مصل ووستنج يعني هتلاقي عنده العضلات ضعيفة ورفيعة. طيب لما أحب أحكم عنك أو على العيال الصغير الحاجات دي كلها هنعرف تكنيك الجاونت عامل إزاي؟ تتابع علينا إزاي تقيس الحاجات دي؟ خد معايا علشان أحكم على الاستيتو في مصر في الأطفال بحكم على أنهي عضلة؟ على الصاي ولا على الكف ولا على الأب ولا إيه؟ على الميت أرمس الكف، على الميت أرمس لا تجاوب كده في مصر هيستيتو في الكوب ريجلس والحاجة اسمها ميت أرمس الكف بس؟ أيوه السيشنز التويت تمام. فجاوب الرفض اسمه ترايسبس سكين فولد ثيكنس ومن حاجه اسمها ميد ارم سيركمفرنس. الترايسبس سكين فولد ثيكنس ده مقياس الصفقه دي الفات، ده مقياس اللي هو ازاي تيجي من فوق ترايسبس اللي هو عامل كده وتقرص الارفع وبتشوف الثيكنس بتاع الجلد بتاعك ده الفات ده الثيكنس بتاعه قد ايه بالوايه كده، وليها جهاز المفروض يعني هو بصوت برضه تحط الجهاز ده بيجيب صوره نفسه بياخد الفولد ويقيس كمل لي معايا دكاترة؟ أنا بقول لك لا، دلوقتي أنا عاوز أشوف المصل، مش عاوز أشوف الفات. أنا عايز أشوف المصل، علشان أشوف المصل بعمل حاجة اسمها ميت أرم سيركمفرنس زي ما بيقول عند الصغير إيه؟ عند الإنسكشن دلتويد تمام، بالظبط كده المكان. يعني إيه؟ بص كده، بص في دراعك، هتلاقي فينا بلك كده، الدلتويد، وبعدين تنزل لتحت ويطلع بلك تاني اللي هي سترايتس، في بينهم حفرة كده، أهو. في النص بالظبط كده، عند الحفرة دي. يعني من آخر في نص دراع، من آخر في نص دراعي هو بالظبط. معايا دكاترة؟ يعني مش عارف تجيب الدكتويد حطه في نص الدراع، بص كده ايه تحطه في النص، لسه مظبوطك في النص، حلو الكلام؟ نسميها الميت ارم ايه؟ سيركمفرنس، يبقى ميت ارم سيركمفرنس يعني هلف المظبوطة بتاعتي فين؟ في نص الدراع، واشوف دي كام سنتي، اشوفها ايه؟ عنده كام سنتي، معايا دكاترة؟ ركز معايا كده. طبعا لو سألك اشمعنى هنا؟ عشان ما تحطش قديمة، هنا ما تحطش قديمة، لو تاخد بالك المنطقة كلها تنزل، تنزل ما هي قديمه يعني كوليكشن اوف فلويد في الصفقه دي في ايه؟ في الاندكشن تيشو محتاجه اثبات واسع الاندكشن تيشو يعني محتاجه تيشو فيه فراغات تيشو فيه فراغات تتجمع في القديمه ولا دي منطقه ولا تندر ولا تندر تندر ما فيهاش اصلا كابابيلتي انها تجمع ميه حلو الكلام معايا دكاتره ده اولا ثانيا خد بالك ان دايما بتلاقي المصل وسطنج اي مرض يضرب المصل هتلاقي الوسطنج يبان في مين؟ في البنسي في البروكزيمال يعني معلش ما جيش تستهبل وتشوف على العضلات صابه وتقطع خسس ايه؟ بص على الدلتويد مثلا ريزيرف انا قصدي ايه؟ ثالثا احنا بنقول لك كل رقم في الاطفال ليه فاليو يعني بيفرق احسن السن يعني لو جيت تقيس لي محيط اي عضله في الجسم هتقول لي عن سن سنه كام؟ عن سنتين كام؟ ثلاث سنين كام؟ وجع دماغ بقى انما لو قلت لك ان الميت اربس الكونفرنس ده ثابت ما بين سن سنه وخمس سنين هو رقم واحد يبقى ده حلو قوي شخص حاجه بقى كتير لازم تكون عارف ان الميت ارمس الكونفرنس نورمالي اكتر من 13 ونص يبقى نورمالي اكتر من كام؟ 13 ده نورمال حلو الكلام؟ حلو قوي طب لو جيت تشوف الباشمهندس ده لو جيت تشوف الباشمهندس لقيت عنده من 12 ونص ل 13 ونص لو لقيتها من 12 ونص ده بنسميه تاب كلينيكال كواشيركو او بنسميه بري كواشيركو بنسميه ايه؟ تاب كلينيكال كواشيركو او بنسميها بري كواشيركو حلو الكلام؟ امال لو قال لي عن كده يبقى كواشيركو معايا دكاتره هتلاقي فيها رقمين اللي يقول لك 12 ونص ولا 12 ونص تمام؟ يعني هتلاقي الناس بقى بيقولوا كده بيقولوا كده تمام اسمعها خلاص كده كده مش سلم يعني هو دايما بيجي في الامتحان ده النورمال بتاعها النورمال اكتر من 13 ونص حلو الكلام؟ يبقى هو النورمال اكتر من كام؟ 13 ونص لو كان من 12 ونص 12 ونص يبقى اسمها ايه؟ بيجي كواشيركو اقل من كده يبقى اسمها ايه؟ كواشيركو تمام كده؟ جميل قوي. بعد كده هنخش على الإيديم. العيان ده هتلاقي عنده إيديم. هتلاقي عنده إيه؟ جنرالايزد إيديم. طب ليه عنده جنرالايزد إيديم؟ هايبوجلوبينيميا. لأن بروتكت النروم بالظبط نفس البصيرت. هايبوجلوبينيميا يحصل ترانسوليشن يحصل هايبوبوليميا يطلع إي دي إتش ويطلع أندوستيرون ويطلع ميدنشن فاهم الكلام ده؟ بالظبط نفس الكلام. يبقى نفس الإيه؟ نفس البصيرت. عشان عنده هايبو إيه؟ بروتينيميا. يلخص زي ان كل طيب الايديما بتاعته عامله ازاي؟ الايديما منظرها عامل ايه؟
هتلاقي الاديمه تبدا في مكان من الاثنين، غالبا تبدا في الدرز اوف ذا هاند او ذا فوت، غالبا تبدا في الدرز اوف ذا هاند او ذا فوت، بس برضه ساعات كتير تبدا في الفيس. حلو الكلام. وبعد كده تنتشر وتبقى زون لايت. طبعا انت ما تتوقعش انها تصب قديمه، تصب بيتنج. ما هو عامه اي قديمه خلاها ربنا تصب بيتنج فيما عدا الليمفاتيك. الليمفاتيك عامه يعني كل اسبابها الليمفاتيك قديمه. معايا دكاتره؟ جميل قوي. السؤال بقى، انت عمال تقول لي تعالى تيجي في الوش وتنتشر وتعمل لك افلام وبتاع، ده نفس الكلام اللي حصل في مين؟ في النفروتك سندروم. هاوس ديفرنشيت قلناها قبل كده. ايوه. بقول لك النفروتك سندروم بتكون الايديه لو تخش فيه لدرجه انه بيحصل بالجورج افيوجن الكابيتال افيوجن اتايت. ده في مين؟ في النفروتك. انما توشكوا النيفر. نيفر ان يحصل معاها سيرا افيوجن. يبقى نيفر ان يحصل معاها سيرا ايه؟ طب الكلام ده؟ جميل قوي. خد معايا، لو لقيت في حالتك واشوفكم معاها سيرب افيوجن تاكد انها كومبليكيتد بحاجه ثانيه. تاكد انها كومبليكيتد بحاجه ثانيه. انما البيوك واشوفكم نيفر سيرب افيوجن. حلو الكلام؟ جميل قوي. طب بعد كده اخر حاجه بقى منتال تشينجز. ايه المنتال تشينجز دي؟ الواد ده بنسميه من فتره الطب الاطفال بنسميه ايه؟ خد بالك معايا، الدول فيس. بنسميه الدول فيس. والله ده خليها دول من فوق. مش طالب اليو دول، دول يعني عروسه. دول فيس يعني الواد ده بتلاقيه خد بالك معايا بنسميه الاباسيتيك تشايلد. الواد ده بيقع كده اهو. خد فيه خده على وشه القلم، ابوك مات، امك اتطلقت، البيت ولع، اي حاجه ما فيش. ولا الهوا. دول اباسيتيك تشايلد ما عندوش اي رياكشن في حاجه، وتلاقي الواد لا مبالاه، لا بتسترجعه ايه؟ لا انترست بتسترجعه، قاعد براحتك لا والله. هو ما بياكلش، امه وانا مجوعاه ما بياكلش، فقعد قرفان في الدنيا. وقعد بقى وده وصوت وصف ويولع سجاير بقى وقاعد وضايع. امه ما حدش عنده الاكل، وده قاعد في دماغه، مهما تقول له مش في دماغه، يبقى ايه؟ لكم انت لسه تجاوز. على طول متعكس على طول قاعد بقى ما عملتش له. حلو الكلام؟ يبقى اذا بنسميه دول اباسيتيك تشايلد، لكم انت لسه ايه؟ تجاوز. حلو الكلام؟ معايا يا دكاتره؟ ده منظر مين؟ ده منظر العيال ده بتزيد بقى منتال او سايكومودري سيندروم. السؤال بقى معايا، ايه هي اسباب المنتال تشينجز؟ ليه الواد ده بيكون عنده منتال تشينجز؟ المنتال تشينجز اسبابها نقص المنتال، نقص مين؟ يبقى يقول لك منتال تشينجز اسبابها نقص المنتال. ايه بقى المنتال؟ الام نقص المنجنيز، الان نقص النيكوتينيك اسيد، التي نقص الثيرويد فانكشن، الاي نقص الاروماتيك امينو اسيد، الان مش عايزينها. مش معقول اب منتال على ال يا ابني. هو ادمنتال ال اطلع بقى بيسكول بالك في ايه؟ في ايه فوق المفروض؟ في ايه اتحط منتال وبتاع؟ ده هدوم نفسه بقى تجيبها من اي حته وعيشها. خد بالك معايا، يبقى قلنا ايه؟ سببها نقص المنتال، الام منجنيز، الام نيكوتينيك اسيد، الكتي ثيرويد فانكشن، والايه؟ اروماتيك امينو اسيد، دي ايه؟ المنتال. حلو الكلام؟ جميل قوي. كده خلصنا حاجه اسمها كونكتال ايه؟ الشيل. تعملها تاني حاجة، عندي في حاجة اسمها فاريبل مانيفستيشن. عندي في فاريبل مانيفستيشن. ماشي ب 10؟ ماشي ب 10؟ 10 ل 5 دلوقتي. خلاص الدنيا غلبتك. خلاص الدنيا غلبتك. وبعدين ما عادش حد يجي متأخر. ما عادش 8 ونص، يبقى 8 ونص، 5 كده موجود. حلو الكلام؟ 8 ونص كله بينزل. الراجل محتاج حاجة بنطط. 8 ونص كله بإذن الله. طب بص انا اصلا باجي متاخر 10 ضرب ساعه، شوف الكلام ده. انا باجي بعدي، يعني عشان نبدا حتى على طول. خد بالك معايا. اخر حاجه فاريبل. كلمه فاريبل مانيفستيشن يعني موجوده في حالات وفي حالات لا. حلو الكلام؟ يعني اصلا لو موجوده بتكونفيرم الدايجنوز. لو مش موجوده ولا يهمك. ولا كانك مش مشكله خالص. ايه بقى الفاريبل دي؟ حوالي 10 مانيفستيشن. كتير قوي، ركز معايا. عندي في سكن وفي هيب وفي هيباتوميجالي. وفي انكريز ديلايبيلتي للانفكشن وفي جي اي وفي فيتامين ديفيشنسي وفي انيميا وفي مينرال وهناخد انسرمومتريك ميجر. حلو الكلام؟ بس انا عايزك تستعجل، احفظ من النوم على قد ما تقدر. هم التانيين عامة ناخد حاجه حاجه. اول حاجه للسكن. طب ناخد الهبي الاول ليه؟ الواد ده بيكون عامل ازاي؟ الواد ده، الواد ده دايما ايام ما كان بيخش راوند يعني. يعني انا بقى من ترتيب عكس الهجوم، يعني اخر ثلاث حلقة اللي بعدنا اخر ثلاث مرات مش بشركم. ايوه
مرض القواشق، مرض القواشق مش بقى مش موجود اللي موجود حاجه اسمها مرض القواشق. قواشقكم دي اختفت خالص مع الدكاتره، ما عادش حاجه اسمها قواشقكم. اوعى تخش اللي عنده قواشقكم بس اهبل، مرض القواشق ده اللي موجود مع الدكاتره. ركز معايا، يبقى احنا قلنا ايه؟ قلت عندنا اول حاجه في الاسكيم هو الجو ده قواشقكم. طب ماشي، مرض القواشق هو مرضكم مش اسمها قواشق، مرض القواشق معايا دكاتره. يبقى قلت اول حاجه عندي الاسكيم اللي هي الارض. ايه الهي؟ الواد لما كان بينزل الاخ ده بتاع القواشقكم ده، كنت في مرض كتبت المنظر ده، كنت ده تعرفه احنا عارفينه اصلا داخل معايا التشخيص ده حاجه القواشقكم. بس لازم مرخمه بقى، الواد ده بيكون شعره عامل ازاي؟ بتلاقي شعره خفيف خالص انه هيطفى، وايد اللي بيكابل كله فاتح يعني بصوره بالشاذ، يعني بصوره بالشاذ يعني تعمل له اطلع في ايده. محدش يستعمل ده من كده، هو اي حد هتعمل كده هتشيل منه الشعر هو فين؟ لو ده باللمس كده تقطع في ايدك. اي حاجه كنا بنسميها ايه دي بيكا ايه تيك، وتلاقي هنا فاتح كده، هنا فاتح. والله العظيم هو كان بيخش الامتحان الساعه 8 الصبح مثلا، هو عنده خزان فين شعر؟ والله العظيم بجد يخش الطلبه يطلعوه كده، ما خدتش شكل الشعر طلعت في ايدك خلاص كشرت الرخامه بقى. والله بيشوف حاجه بعد كده مش لاقي في الدور، والله العظيم شو بدك اخر يوم تلاقي معاك عنده شعر، كل ما تلاقي شعر قال له يا عيني. لو امه كلمت يا بقى قاعد فوق بس يا حاج بس عليك جد عشان تشعر انت كمان وانت تحتاج شغل وتلاقي الشعر عايش. كان والله اعمل كده، كان شعره بيشخصه، والله كان شعره بيشخصه، هتلاقي شعره فاتح وخفيف بس مطلع وقدر ايه؟ قدر يبيكابل. حلو الكلام؟ ساعات بقى بنلاقي الشعر حاجه ظريفه قوي، ساعات بتلاقي شعر عامل كده اهو. يعني الشعراية حته غامقه حته فاتحه، حته غامقه حته فاتحه. طبعا حته غامقه وحته فاتحه معناها ان هو عدى على ايام كان بياكل فيها ايام عز يعني، وعدى على ايام لما كان بياكل فيها. والله لما تلاقي المنظر ده معناها ان هو عدى على ايام كان بياكل فيها وايام ما كانش بياكل، فلما كان بياكل الشعره طلعت نورمال، لما ما كانش بياكل الشعره طلعت ديبيجمنتد. المنظر ده شبه العلم، هنسميها فلاك تايم. نسميها ايه؟ فلاك تايم. حلو الكلام؟ معايا دكاتره؟ جميل قوي. عاوزين نعرف ايه اسباب الهيجي تشينج؟ ايه اللي يخلي الواد ده عنده منظر ده؟ ايه اللي يخلي عنده هيجي تشينج؟ الواد ده عنده هيجي تشينج عشان عنده مشكله، عنده مشكله وكبست على شعره. كبست على ايه؟ على شعره. ايه بقى كبست دي؟ عنده اولا نقص في الكبر. الحاجات دي كلها مهمه في تكوين الايه؟ الهيج. يبقى عنده نقص في الكبر ونقص في البنتوسينيك اسيد. نقص في البنتوسينيك اسيد والاس نقص في السلفر كونتيننج امينو اسيد. نقص في السلفر كونتيننج امينو اسيد. والسي نقص في التيروزين، واحنا عارفين التيروزين هو البريكسر اوف ميلانين، هو ده البريكسر اوف ميلانين بتاع الصبغه. عشان كده شعره خفيف. حلو الكلام؟ معايا انا كده شعره قصدي فاتح. ده اللي هو الهيجي تشينج. فاكرين الكلام ده؟ بعد الهيجي تشينج عندي فيه سكيل تشينج. ايه بقى السكيل تشينج؟ الواد ده بتلاقي جلده بايظ، مش هنصف الدور يعني؟ هنصف الدور النهارده؟ هتخلونا نشيل معاه الثمانية ونرجعوا لمعيد الأشياء تاني؟ والله ده كلام جاهز. معايا دكاتره؟ طب وايه كمان؟ مش الواد ده عنده نقص في البروتين؟ يعني
يعني هتلاقي عنده السكن رفيع خالص سن، ما هو السكن ده داخل فيه كولاجين مش تركيبه ده بروتين، فهتلاقي عنده سن ايه؟ السكن. السكن رفيع سهل جدا انه يقشر وبيحصل فيه التريشن، يحصل فيه ديسكوريشن والتريشن. طبعا لو حصل فيه التر بسهوله يحصل فيه سكات ده انفكشن. حلو الكلام. من الاخر بتلاقي جلده بايظ، هتشوف مناظر هتتغمى منها، جلده بايظ. حلو الكلام. ده عامل ايه؟ الكواشنت. طب ايه اللي بيخلي الجلد بايظ؟ خد لك تمرين ثلاثه، نقص الفاتي اسيد، نقص البروتين، نقص اي حاجه. قالوا الكلام ده عشان ناوي يعني المهم ايه؟ بيجيب لي ايه؟ معايا يا دكاتره؟ طب بعد كده اللي عنده اللي كان عنده هيباتوميجالي. طب ليه عنده هيباتوميجالي؟ ما احنا قلنا في الباثولوجي عنده فاتي ليفر، بس ما قلناش ليه؟ ليه العيان ده يبقى عنده فاتي ليفر؟ ليه؟ ركز معايا. مش الواد ده عنده كده نقص البروتين؟ طب ما انا عندي من انواع البروتين حاجه اسمها اللايبو بروتين. حاجه اسمها ايه؟ اللايبو بروتين. هي ايه اللايبو بروتين دي؟ خدناها في البايو زي ال دي ال والاتش دي ال والبي ال دي ال والكايلو مايكرون. دول كانوا عباره عن عربيات بتشيل الدهون توديها من الليفر للطبقه فيها السش او العدس. صح؟ كانت عربيات بتشيل الدهون توديها في مخازنها. اللايبو بروتين. طب دلوقتي لما عيان ما عندوش لايبو بروتين هتلاقي ان الدهون اللي موجوده في الدم مش لاقي عربيه تشيلها وتوديها الطبقه فيها السش، فتروح الدهون متكومه وتبدا تترطب في الليفر وتعمل لك فاتي ليفر. فاهم حاجه؟ يبقى اللي عنده محتاج فاتي ليفر عشان ما عادش عنده لايبو ايه؟ بروتين. فيبدا الدهون ايه؟ تترطب. دكتور هقول ايه؟ ولا خالص ان ليه دي عنده فاتي ليفر؟ تمام ناقص لايبو بروتين. جميل قوي. يبقى ناقص ايه؟ لايبو بروتين. احط لي بصراحه والله. والله العظيم احط لي بامانه يعني. انا عمال اتحرك حط شهور على الدكتور. بس تبعت كل الايام دلوقتي يلا يا يوم. يبقى انا كده قلنا ايه؟ كله بيجاوب يعني كله فاهم وبيجاوب. عايزين نقط حد كده يا جدعان. طيب خد بالك معايا. يبقى انا كده قلنا ايه؟ انا قلت الخط اللي هو الهيباتوميجالي. بس خد بالك معايا بقى الهيباتوميجالي بيقول لك تصاب بفات الليفر بالتسقيف ان تكشف المرض اكيوت. بمعنى ايه؟ ان العيان ده استحاله ياخد سيروز. السيروز محتاج كوليستي. مفيش سيروز. حلو الكلام؟ طيب وخد بالك برضه كل اللي عنده عمره يحصل معاه ابايتس متفقين كوشيكتوم ما يحصلش معاه ابايتس. طب لو حصل ابايتس في كوشيكتوم يبقى ايه سببه؟ يبقى سببه حاجه ثانيه يا اما العيان ده حصل له بريتونايتس انفكشن مثلا وانا عارف انها مشهوره مع الكوشيكتوم او حصل له هيباتيتس لاي سبب فايرال توكسيك اي حاجه معايا يا دكاتره. بس الكوشيكتوم شخصيا لا معايا يا دكاتره. بعد كده بتلاقي الواد ده عنده انكريز لايبيلتي للانفكشن. خدوا بس عنوان خدوا بس عنوان الواد ده بيكون عنده كل المناعه مضروبه. خد بس كلمه انكريز لايبيلتي للانفكشن. حتى في راجل مبسوط مع الكواشيركو يقول لك ان ساعات الميزلز في الكواشيركو يبقى فيتال. خد بقى ان في كده ميزلز مي بي فيتال. الحظه لو جت على الكواشيركو ساعات بتكون فيتال عشان مناعته مضروبه معاه. يبقى ميزلز مي بي فيتال معاه. طيب اللي بنشوفه في اوت الكواشيركو التري بس كده قوي. طيب معلش ايه ده؟ التي بي معايا؟ طب بعد كده خد بالك معايا هتلاقي عنده فيتامين ديفيشن. عنده فيتامين ايه ديفيشن؟ طبعا ده علامه عامه مش عامل لك انواع الفيتامين ديفيشن بتاعها فيتامين ايه فيتامين بي فيتامين وهكذا. مكتوب بس في غلطه بس كده انا مش فاكر مكتوب على طول باين فيتامين بي 6 باين بلازما. لا دي غلط لسه دي امال اللي بيعمل اه في ثلاثه اسمه ايه؟ يوتريك اسيد مالتين اصلا خلاها فيتامين بي 3 اللي بيعمل بلازما فيتامين بي 3 البلازما عارفينها؟ اه بتاع الدهريه دي مثل الهيماتايتس ومعايا كمان بيراميدال النيرو بقى ومعايا كمان بريترال نيرف ومعايا كمان خلاص بقى انت قلت دي معايا دكاتره. يبقى خد بالك معايا البلازما قلت لي بيحب يموت في الميه بيحب يموت غرقان عنده حاجه اسمها هيدرومانيا بلازما عشان ديمنشيا العدد بتاعه ضريب قوي. الواد ده بيحب يعني مدمن بيعشق حاجه اسمها قوي ضخ يا معلم انا قوي ضخ الميه والله العظيم مش متفطره ليه؟ عندهم حاجه اسمها هيدرومانيا يموتوا في الموت غرق في البحار غرق ايه؟ هم مين عندهم هيدروفوبيا؟ جايبس صح جايبس عندهم هيدروفوبيا عندهم ميه. خد بالك معايا كده قلنا ايه؟ كده قلت عندي خلاص اللي هو الفيتامين ديفيشنسي وانيميا هتلاقي عنده اي نوع من الانيميا سواء مايكروسيتيك او نورموسيتيك او ماكروسيتيك. حلو الكلام. بس فينا لفظ برضه بيتقال يعني بيتقال في المحاضرات بس لو ده في لفظ اسمه دايمورفيك انيميا. دايمورفيك انيميا ساعات بتلاقي في نفس العيان انيميا من نوعين مع بعض يعني عنده نوعين من الانيميا مع بعض. خدت لفظ ده حاجه اسمها دايمورفيك انيميا ساعات بنشوفها هنا. يبقى ساعات بتلاقي عنده نورموسيتيك مع مايكروسيتيك.
يبقى اذا بنسميها دايمورفيك ايه انيميا. اخر حاجه قلنا بتلاقي عنده ايه مينرال ديفيشنسي نقص في الايه انت برضه نقص في الكبر نقص في المغنيسيوم. احنا قلنا من الاخر المالنيوتريشن كله بيبص على بعضه يعني الكوشيكو بيعتني معاه انيميا وفيتامين وكذا 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 حتى جاء مرض مص معاه فيتامين وبروتين ديفيشنسي وكذا كله موجود. بس اهم حاجه دي حاجه باينه قوي عشان كده انا مره على اسمها قالوا الكلام. اخيرا انترومتريك بيشر هبدا اخد منه رسائل زي ما قلنا في الكونفرنس اسم الكونفرنس وزن وطول والحاجات دي قالوا الكلام. حصل كام مكتوب 5 شهور